تعرف يعني تأمن بيا؟ إيمان بالمسيح أنط بسرعة، إنك تأتمن يسوع على نفسك ويسوع يأتمنك على نفسه. واو، كبيرة عليا يا رب، كبيرة قوي، خصوصا التانية دي. أنا سهل عليا ونعمة كبيرة ما استحقهاش، ده خير كتير قوي يا رب، تقبل إني أأتمنك على نفسي. لكن أشعر بالخوف والخشية أن تأتمني على نفسك. مش لاقي تشبيه في الأرض. يمكن أكتر حاجة الجواز. عندما ارتبطت بامرأتي ائتمنتها على نفسي، وثقت فيها، لن أكون معها في كل وقت، لكني ائتمنتها على نفسي أنها تحبني، وهي ائتمنتني على نفسها. ويا لبشاعة الخيانة إذا حدثت. هكذا العلاقة مع يسوع، الإيمان بيسوع إني أأتمن على نفسي ويأتمني على نفسه، فأعيش في خشية من يحمل جلال هذا الاسم. لن ألعب في التراب، لن أمشي في الطين، لن أسير حيث لا ينبغي أن أسير لأني أحمل هذا الاسم، لن أتكلم بما لا يليق، لن أفعل شيئا واحدا يهين الاسم المجيد، لا أستطيع أن أتحمل نظرات عينيه وهو ينظر إلي بعتاب قائلا أنك خنت الأمانة، خنتني، لقد ائتمنتك على نفسي يا ماهر لكنك لم تكن أمينا. آه يا رب، هذا أشد ما أرتعب منه، أن أخونك ولا أكون أمينا عليك. أنا لا أشك أبدا أنك ستظل أمينا من نحوي. عندما ائتمنتك على نفسي، عندما وضعت ثقتي ورجائي فيك أن تخلصني، سأظل إلى الأبد أشهد مع كل قديسيك أنك تبقى أمينا، لا تقدر أن تنكر نفسك. لكن أشد ما أخشاه هو أني لا أكون أمينا. هذا هو مفهوم الإيمان في المسيحية، إنها رحلة عجيبة جدا يحدث فيها امتزاج بين الخاطي وبين يسوع المسيح. خدتوا بالكم بولس بيقول إيه الفرق بين المسيحية واليهودية؟ في اليهودية كان مرتبطا بناموس، كان مرتبط بلستة حلال وحرام. من أسبوع كنت قاعد مع شخص بيقول إنه مؤمن، وأنا الحقيقة مش قادر أحس، فكنت عايز أسأله هو أنت بناء على إيه بتقول إنك مؤمن؟ بس طبعا خجلت أقول له كده يعني، لكن حاولت أفهم إيه مفهومه للإيمان، ولقيته إنه بيخاف، بيقول بخاف ربنا. عظيم، يعني إيه بتخافه؟ يعني ببعد عن الغلط وبعمل الصح، يعني في لا في محرمات الواحد ما يقربش منها، وفي حاجات كويسه الواحد، هو ده الايمان بالله، هو ده الايمان بالله.